ففرقة الموجة تساهم كمدرسة في تكوين الشباب وتعليمهم قواعد المسرح. تأسست في 1978 من طرف المخرج والمدير الفني المسرحي بوجمعة جلالية، ومن بين نشاطاتها المختلفة مبادراتها منذ عدة سنوات لإبرام شراكة مع الجامعة لتمكين طلبة التخصصات الأدبية من متابعة مقرر تطبيقي في المسرح لاكتشاف كيفية التعامل مع النصوص والإخراج. من المؤكد أن فن المسرح بمستغانم له جذور عميقة في ثقافة وتقاليد سكانها، لهذا تنشط عدة جمعيات مسرحية من بينها جمعية الإشارة، وهي أقدم الفرق المستقلة للمسرح الهاوي، أسسها منذ 35 سنة كل من جمال بن صابر وأبو بوعسرية وشارف بركاني، وتحظى بسجل حافل من الإنجازات، وتقوم بتكوين 30 شاباً، مما يثبت أن الإشارة وفية لمبادئ الاستمرارية والثقافة المسرحية.